ايه في حاجه؟ لا مستغربه بس. مستغربه ليه؟ هو وانت بتسمع الاغاني دي صدفه ولا ده عشاني ولا ايه؟ احنا ذوقنا واحد تفتكر؟ يعني افتحي التابلو وانت تتاكدي بنفسك شوفي كده. على ايه اللي جابه في التابلو؟ يعني حاجه زي كده. اوكي. دول تو انفيتيشنز لحفله جاز في كافيه في الزمالك، وبعدين مش اغاني بس، اغاني وكاريوكي كمان، يعني نسمع ونغني وبتاع. والاغاني اللي انت بتساليني صدفه ولا اصل؟ اصل غريبه يعني، نادر قوي لما تلاقي حد بيسمع نوعيه الاغاني دي، وكمان انه يعرف هما فين ويعمل مجهود عشان يروح يسمعهم. انا مجنون بقى مش فاهم. طب ايه رايك؟ تروحي معايا؟ لا بس دول تذكرتين بس، اكيد انت رايح مع حد. ما انا جبت تذكره زياده يعني، قلت يمكن حد يحب يجي معايا. امال ايه، انت بتروح مع اي حد يعني؟ لا لا والله انا بروح لوحدي عاده، بس مش عارف ليه المره دي قلت طب ما اجيب تذكره زياده كده. يمكن عشان انا اجي معاك. موافقه تيجي؟ موافق. It made my poor heart skip a beat.